تواصل هيكران العمل لكنها مستاءة جداً من إمري. من ناحية أخرى، إمري مصمم على معرفة من وضع المال في حقيبة هيكران. تعتقد إليز أن الهدية التي اشتراها إمري هي لها. عندما يضغط إمري على إليز، تعترف إليز بأنها وضعت المال في حقيبة هيكران. هيكران يأخذ ملك إلى الحديقة. ملاك تخرج لأول مرة. إمري يحذر هيكران من إخراج ابنته دون سابق إنذار. إمري يدعو إليز وهيكران إلى غرفته. يطلب إمري من إليز أن تعتذر لهيكران ويطلب منها أن تقدم الهدية التي اشتراها إلى هيكران. تظل إليز مصدومة. لا تستطيع أليف الذهاب إلى محل الحلويات عندما تقضي وقتا في ورشة التصليح. جلال يتصل بإليف لكنه لا يستطيع الوصول إليها. يغضب جدا. يسقط بركي الساعة باهظة الثمن على معصمه. تتساءل أليف عما تفعله ساعته الباهظة الثمن. يقول بركي أن أحد العملاء أسقطه وسيعطيه للمالك. يأتي درويش وأليف إلى المعجنات. يفهم درويش من تصرفات جلال أن هناك شيئا خاطئا معه. خطاب ملاك يجعل الجميع في القصر وخاصة إمري سعداء. تضع إليز خطة جديدة لإنهاء وجود هيكران في القصر. الغرض منه إنه لإيذاء كبرياء هيكران، وهكذا سيترك هيكران وظيفته. تضع إليز بعض المال في حقيبة هيكران لكي يعتبرها إمري بمثابة مكافأة لجعل ملاك تتحدث. سوف يقوم إمري بمصالحة هيكران لإيذائها فيشتري لها هدية. تجد هيكران المال في حقيبتها. إن منح إمري أموالاً إضافية لها يؤذي كبرياءها. يواجه هيكران إمري ويعيد الأموال ويقول إن كبرياءه مجروح للغاية لكنه لم يترك وظيفته. من ناحية أخرى، لا يفهم إمري ما حدث ويظل في حيرة من أمره. علمت إليف أن بيركاي يعمل في ورشة التصليح وبدأت في الإعجاب ببيركاي. إمري يتجادل مع هيكران بعد أن واجهت ملك أزمة. ملك تنادي هيكران لا تذهب. يتفاجأ الجميع عندما تتحدث ملاك بعد سنوات عديدة. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من الهجرة التي بثت يوم الجمعة 11 من نوفمبر؟ هيكران على قناة كانال دي بحلقتها الجديدة بجودة HD. عندما تقول إليز أن أزمة ملك هي بسبب هيكران، يتم طرد هيكران. يتجادل إمري وهيكران حول حرمان ملك من ذكريات والدتها مارال، لكن إمري ما زال لا يطرد هيكران. إليز تهدد ملاك بالقول إن هيكران سينتهي بها الأمر مثل والدتها. ملك تنسحب من الخوف وتبتعد عن هيكران. عندما يأتي إمري إلى القصر، تواجه ملاك أزمة مرة أخرى. عندما تقول إليز أن هذا بسبب هيكران، يتم طرد هيكران. بينما تحزم هيكران أمتعتها وتغادر القصر، تنادي ملك لا تذهبي. يتفاجأ الجميع عندما تتحدث ملاك بعد سنوات عديدة. لم يقم درويش بتعيين بيركاي كمتدرب، لكن بيركاي لم يستسلم. أخيراً قام درويش بتعيينه كمتدرب. عندما تأتي إليف إلى ورشة التصليح، تتفاجأ عندما ترى أن بيركاي قد بدأ العمل كمتدرب. إمري لا يمانع في نوم ملك وهيكران في سريره. تأتي خطة إليز بنتائج عكسية، لكنها الآن ستلعب بقوة أكبر. تتلاعب يليزبا هيكران وتخبرها أن متعلقات ميرال موجودة في مستودع القصر. هيكران التي تتجاهل القواعد وتدخل المستودع الذي قال إمري إنه لن يتم دخوله أبداً بناء على تعليماته الخاصة، تواجه ملاك بماضيها في المستودع المليء بذكريات والدتها. تدخل ملك في أزمة عندما تستمع إلى أغنية أطفال بصوت والدتها. تخبر إليز إمري أن هيكران وضع ملك في المستودع. يأتي إمري إلى المستودع غاضباً. يرى ابنته تعاني من أزمة ويحاول هيكران تهدئته. يأتي بيركاي إلى محل الحلويات مرة أخرى وتنزعج إليف وتطرد بيركاي. يبحث درويش شقيق كريمان عن متدرب في ورشة إصلاح السيارات الخاصة به.
يكتشف بيركاي هذا الأمر. لكي يكون قريباً من إليف، يخبر درويش أنه يريد أن يأتي ويعمل كمتدرب. عندما دخل أمري غرفته، يشعر بالصدمة عندما يرى ملك وحسنان نائمين في سريره. إكران معجب بوضع ملاك ويقرر البقاء. يليز تغضب. أمري يلوم إكران على تدهور حالة ابنته ملك. عندها يستقيل هيكران. نجحت خطة يليز. سوف يغادر هيكران القصر. ومع ذلك أمري لا يريد أن يغادر هيكران. هيكران معجب بوضع ملاك ويقرر البقاء. يليز تغضب. يعتز هيكران بذكريات مارالي التي يمنع ذكر أسمها في المنزل. لن تشفى ملاك بنسيان والدتها، بل بتذكر اللحظات التي قضتها معها. بخطة يليز، ملك وهيكران ينامان في سرير أمري. عندما دخل أمري غرفته، يشعر بالصدمة عندما يرى ملك وحسنان نائمين في سريره. يأتي بيركاي إلى محل المعجنات ويبدأون في الدردشة مع إليف. ينزعج جلال من اهتمام بيركاي بإليف. عندما تقضي هيكران وقتاً مع ملاك، تتشكل رابطة بينهما وتقبل عرض أمري. صديقة أمري يليز غاضبة جداً لأن هيكران هي جليسة أطفال ملك. سبب صمت ملك شهد وفاة والدته عندما كان عمره 4 سنوات فقط. وفي الواقع لم تنتحر والدتها مارال. يليز ملك التي تسببت في وفاة والدتها وشهدت عليها وهددها بعدم إخبار أحد عن هذا الحادث. تسبب هذا الوضع في صدمة لملك ولم تتحدث منذ ذلك اليوم. بعد معرفة نقطة ملك الحساسة، تضع يليز خطة لطرد هيكران. يضع سراً صورة مارال في كتاب قصة ملك. عندما يفتح هيكران الكتاب ليقرأ قصة خيالية، ترى ملاك صورة والدتها وتدخل في أزمة. بينما يحاول أمري تهدئة ابنته، يقول يليز إن هذا خطأ هيكران. تبدأ إليف العمل في متجر الحلويات في الحي، لكنها لا تعرف اهتمام جلال مدير متجر الحلويات باهتمامها. يأتي بيركاي وأصدقاؤه إلى المعجنات. أعجب بيركاي بإليف بمجرد أن رآها. ثم يراهن بيركاي وصديقه طيفون. سيقوم بيركاي باستلام إليف في غضون شهر، وسيحصل الفائز على سيارة الشخص الآخر. حزنان تنعي وفاة ابنتها التي فقدت طفلها أثناء الولادة قبل 7 سنوات. منذ سنوات فقدت مارال زوجة أمري طفلها أثناء الولادة، وأنجبت هيكران التي ولدت في نفس المستشفى طفلة. هل توافق هيكران على مجالسة ابنتها التي اعتقدت أنها ماتت دون أن تعرف أنها ملاك؟